مرحبا بالجميع، فكما لاحظتم من العنوان سأناقش في هذا المقطع بعض من سلوكيات الإنسان. بداية، هذا التسجيل ليس بجواب أو رسالة، وفقط ملاحظة مني قابلة للصواب والخطأ. في حياتنا اليومية نقوم بشتى الأفعال والمهمات، نقوم بأفعال بسيطة كانت أو مهما بلغ مدى تعقيدها، فالأمر الوحيد المشترك في تلك الأفعال هو أن الغاية منها هو تحصيل مقدار معين من المتعة، جرعة معينة من اللذة. فلنقل أن دماغنا نحن البشر مكيف بطريقة ما لكي يشتغل في حقل المتعة، ولهذا نرى مجتمعاتنا اليوم مستهلكة وتشترط كل ما يقدم لها على الطاولة. وأخذا بعين الاعتبار لطبيعتنا نحن البشر، فهذا يحيلنا إلى المطالبة بالمزيد والمزيد من حطب هذا العالم الرأسمالي بامتياز. وكما تعلمون أن المتعة مقرونة بالتكرار، فإذا جاز للتعبير بصيغة بسيطة فإن مفهوم الإدمان ليس إلا تكرار للذة. الشيء الوحيد الذي يحفز هرمون الدوبامين هي الأشياء ذات طبيعة منشطة كالمخدرات مثلا، لكن في عالمنا الحالي يوجد العديد من بدائل المخدرات. في نهاية المطاف، نحن كلنا مدمنون بطريقة ما أو بأخرى، فدماغنا كيف منذ مئات السنين لكي يصبح على هذا الشكل. دماغ مقيد بالمحفزات، أفعالنا مستعبدة من قبل المتع، مقرونة بالنتيجة التي ولا بد منها أن تكون نتيجة مرضية وممتعة. ختاما لهذا التسجيل البسيط، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.